بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في كورس السويل ميكانيكس. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخواص التبويبية للسويل. وكلمة خواص تبويبية يعني السويل اندكس، ودي بتبقى مهمة جدا في تصنيف التربة بتاعتنا. الكلام اللي احنا هنتكلم فيه في الجزء ده من الشابتر هي أتربرج ليميتس أو حدود أتربرج. إيه قصة بقى حدود أتربرج ديت؟ ببساطة خالص، معروف إن التربة الناعمة اللي هي الكلي، أو لو مثلا سيلتي كلي، التربة ديت وجود المية فيها بتسبب لي مشاكل إنشائية أو مشاكل هندسية. فعشان كده المية اللي فيها بتحدد لي التربة ديت هل هي تربة لدينا، هل هي تربة مشكلة ان انا اسس عليها. فالرقم بتاعها او الرقم بتاعة حدود المية اللي موجودة في الصايل الناعمة ديت ليه مغزى عندي كمهندس مدني. فهم قالوا ان التربة لو فيها مية كتير يبقى التربة دي في حالة سائلة، ودي صعب جدا ان احنا نأسس عليها. يعني التربة كده هتبقى عاملة زي ايه؟ زي البسبوسة اللي هي لسه ما استوتش. يعني لو المية بتاعت التربة أقل شوية فسموها بلاستيك ستيت، يعني في حالة مالها لدنة. لو المية قلت شوية كمان فبيسموها سوليد سيمي سوليد، ودي تربة كويسة ممكن تأسس عليها. أما لو التربة المية بتاعها قلت خالص فبنسميها في سوليد ايه؟ ستيت. طيب مفيش حاجة اسمها تقل. ايه اللي يفصل لي ما بين الكلام ده وبعضه عشان اقول ان التربة هي هنا ولا هنا ولا هنا؟ هي دي حدود أتربرج. حدود أتربرج هما ثلاث حدود. ايه هما؟ حاجة اسمها الليكويد ليميت، وحاجة اسمها البلاستيك ليميت، وحاجة اسمها الشرينكج ليميت. اللي هي ده يعني الليكويد ليميت ما هو الا في الاخر ووتر كونتنت. يعني ايه هي ووتر كونتنت؟ يفصل ما بين الليكويد ليميت وما بين مين؟ البلاستيك ليميت. والبلاستيك ليميت هو برضك ووتر كونتنت، يفصل ما بين البلاستيك اسف ستيت والسيمي سوليد ستيت. اما الشرينكج ليميت برضك هي ووتر كونتنت بس بيفصل ما بين السيمي سوليد او الايه السوليد. عمل علاقة ما بين الووتر كونتنت لما التربة تكون مليانة مية، وابتدوا يعملوا فيها ايه؟ يحاولوا يسخنوها شوية شوية لان المية تقل، فالووتر كونتنت عمال ايه؟ يقل. كل ما المية تقل لقوا ان الحجم بتاع التربة عمال يحصل له ايه؟ يقل 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 لحد ما يوصل عند الشرينكج والحجم بتاعي يبقى ايه؟ ثابت. مع ملاحظة، شوف هنا المية هنا برضك ايه؟ يعني هنا فولي ساتوريتد مليانه ميه، وهنا برضك ما زالت ان هي مالها فولي ساتوريتد بس الحجم اللي حصل فيه ايه؟ قل. لكن من اول هنا الشرينكج ليميت هو برضك ايه؟ فولي ساتوريتد. بعديها ما بقتش فولي ساتوريتد، بقى في شويه ميه وشويه هواء لحد ما يوصل ووتر كونتنت صفر. يعني ده حاجه طبعا تخيليه شويه، يعني ان انت عندك ايه؟ مفيش ميه خالص. يبقى احنا في الجزء الاجزاء اللي جايه هنتكلم عن حدود أتربرج الثلاثه اللي هما الليكويد والبلاستيك والشرينكج ليميت. شكرا.